وبهذه النقطة سأتوجه إلى السيد علي وحيدة، الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي انضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك سيد علي. وكنا نتساءل عن جدوى وقيمة هذه الخطوة الأوروبية الجديدة بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الأمريكية. ثقل هذه الخطوة، هل هي مجرد خطوة رمزية؟ هل هي مهلة للطرف الأمريكي ليتراجع عما فرضه من رسوم جمركية على واردات الفولاذ والألومنيوم من أوروبا؟ ووصلنا إلى نقطة شديدة الأهمية أثرها السيد صبحي غندور، وهي فكرة أن هناك نهج الآن لدى الإدارة الأمريكية يعتمد، لنقل أو لنستعن بهذه الكلمة، على تفتيت الاتحاد الأوروبي وعلى التعامل مع الدول الأوروبية بشكل فردي من دون أن تكون ضمن كتلة. لنستمع أولا إلى تعليقك على هذا الطرح. في الواقع المسؤولون الأوروبيون في بروكسل يقولون اليوم أنهم لا يمتلكون خيار آخر غير خيار الرد، وهم لوحوا بذلك منذ فترة. ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي الآن تتعلق بنقطتين رئيسيتين، وهما: ما هو تأثير هذه التدابير التي تظل في إطار رمزي على أي حال ولا تتجاوز 3 مليار دولار التي اتخذها الأوروبيون ضد الولايات المتحدة؟ وثانيا، ما هي ردة فعل المؤسسات والشركات والمواطنين الأمريكيين الذين سيتضررون بشكل أو بآخر من التدابير الأمريكية؟ حول النقطتين، الاتحاد الأوروبي يبدو في موقف ضعيف، لأنه في حال تصعيد الحرب التجارية بشكل جدي مع الولايات المتحدة لا يمتلك الأوروبيون أوراقا كبيرة، وخاصة في قطاعات حيوية أخرى لم يجرؤ الرئيس ترامب على الخوض فيها، ولكنه لمح لها وفي مقدمتها قطاع السيارات الحيوي في ألمانيا، أي ضرب القاطرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.